ya bana wannan dama wannan masallaci sai Allah ya kara mana albarka kusan kullun abinda muke neman za a samu alhamdulillah sai an samu fiye da haka wannan ba komai bane sai irin ji da wato aniyar da na kalamar da shehu ne suke mana a gurin mata iyayenmu Allah ya saka muku da alkhairi ko kuma insha Allah sai ai kokari na ku gudunmuwa Allah ubangiji ya kara albarka kafin ayi wato ainihin lokaci ya gabato za a ba wato ainihin Malam Hassan yayi muna koda kira'a na minti biyu zuwa uku insha Allah kafin a kira sallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعدنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن
فأثرت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلح بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير التكبير مالد المكيدة الشيخ حسن الله ساكا بالخير الله أبين جي دعنا جنم سديوة أجيكم القرآن كينا يا رأس قوة زوش القوة يا جداني الحمد لله منقولي تفهموا الدعاء زامن نيمي مالد المزيمون وقنا كتر أكا أبن ديجا محيك اللافية نسير اللافية كي أزيني annabi addu'a kuma wato babban wazirin mu wazirin sarkin musulmi auren da muka yi na Esther alhamdulillah Allah ya bada albarkar aure an samu ɗaya mace shekai an yi mata addu'a ita kuma ni ma wani jika na daga Kano Muzammil dan Dr. Ismail Idris shi ma da kai auren sa an samu karuwar ɗaya mace ayi musu addu'a amma za mu ji abin da ya shafi haƙƙin lafiya na minti kaɗan sai in ce ne mana addu'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina jin a yayin da yasa zan yi wannan magana shine game da tambayoyi da ƴan uwa ke mana. Ina jin jiya da yau wayansu sun ga magana game da sha'anin rashin lafiya ko kiwon lafiya. Akwai wanda ya ce tace ko ya ce ya yi wa dokta ko dokta ya ce kaman azumi ne ya ga duniya ya ga ya biya ya yi ne kuma ya kuka ya yi wannan yana da very dangerous
wani kuma ya ce wai ba da shi ba.